إذن مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، شاهدنا الجولة الأولى انتهت بأربعة أشواط وبداية الجولة الثانية مع انطلاقة شوط الحول المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هنا الترحيب يتجدد من هذا الموقع التراثي الرياضي الكبير والجميل هنا بعاصمة الميادين. ترحيبنا بسمو الشيخ حمدان بن نهيان آل نهيان، والترحيب ايضا بسمو الشيخ محمد بن هيان آل نهيان بالحضور والتواجد ومتابعة هذا اليوم الجميل مع انطلاقة سن الحول والزمول. ترحيبنا باصحاب السمو الشيوخ، والترحيب ايضا بجميع المتابعين والمشاهدين لقناة ابو ظبي الرياضية الناقلة لهذا الحدث التراثي الكبير. اذا اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى المركز الاول، هناك بيان واخبار البيان مع بيان لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي في عملية التضمير. النقلة مباشرة مع المركز الثاني، النصيبة من تأتينا على ثاني المراكز بشعار هجن الرياسة أحمد بن مايد الخيلي هو من يقدم النصيبة على ثاني المراكز. المركز الثالث وصلت دمعة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير. النقلة مع رابع المراكز بتواجد المركز الرابع الشاهينية لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان عيسى بن سعيد الخيلي في عملية التضمير. بينما هناك المركز الخامس مع الفايف ستار من تتواجد الطويلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير. المركز السادس وصلت الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سيف بن أحمد بن خريدة في عملية التضمير والتدريب. انتقل مباشرة مع سابع المراكز في هذه اللحظات بتواجد الشاهينية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن لاحج الهاجري أحد الخبراء من يتواجد ويقدم هذه النوعيات وهذا الشعار الذي صال وجال في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. انتقل مباشرة مع المركز التاسع من الجانب الآخر، المركز التاسع وصلت في هذه اللحظات شاهينية لسمو الشيخ لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن مروشد في عملية التضمير. بينما هنا عاشر المراكز، المركز العاشر مياسة بشعار هجن الرياسة يتواجد سعيد بن شطيط الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. إذا هذه هي العشر المراكز الأولى، العشر المراكز الأولى مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام للعشر المراكز. ندانا الأول هناك، ندانا الأول، ولكن التذكير بالتوقيت الزمني حتى هذه اللحظات مع سمعة لهجن العاصفة 9:49 جزئين من الثانية. السمعة هي التي أتت بالسمعة الطيبة بالتوقيت الزمني حتى هذه اللحظات، هي صاحبة التوقيت الزمني المملوكة لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير الاكتبي. أعود إلى مجريات الأمور، أعود إلى النصيبة على صدارة الشوط. بدأت تنصب الأمور إلى مقدمة الشوط، النصيبة لهجن الرياسة يتواجد أيضا أحمد بن مايد بن مطر الخيلي في عملية التضمير والتدريب. هي على مقدمة الشوط، هي على المركز الأول مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. بينما ثاني المراكز من تتواجد هناك دمعة على ثاني المراكز لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير الواثق. المركز الثالث التحديات والدخول من الطويلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي يتواجد في عملية التضمير، وتنتقل الطويلة إلى ثالث المراكز. النقلة مباشرة مع المركز الرابع، وصلت بيان على رابع المراكز لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي يتواجد. ولكن هناك المركز الرابع والمركز الخامس، وصلت الشاهينية لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان عيسى بن سعيد الخيلي من يقدم هذه النوعيات الجميلة، هذه الأسامي التي لها صولات وجولات مع الكبار والعمالقة. انتقل مباشرة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام مع المركز السادس، هناك من تتواجد الشاهينية
بن سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سيف بن احمد بن خليده في عمليه التضمير، بينما الاسم القادم وهناك مشاهدين الاعزاء العزره وصلت لهجن الرئاسه، ايضا يتواجد راشد بن محمد باسم المنصوري. مرحبا ابو ذياب، مرحبا بالمستحيل، وصل مع هناك لينتقل الى سادس المراكز، بينما هنا ثامن المراكز التواجد من شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري في عملية التضمير. المركز التاسع وصلت مياسة، والمركز العاشر أيضا مياسة أخرى بشعار هجن الرئاسة بتواجد سعيد بن شطيط الوهيبي. يا سلام، أعود إلى مقدمة الشو، أعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة، وهناك دمعة، دمعة على الصدارة، دمعة على المركز الأول لهجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يتواجد في عملية التضمير، بينما هناك ما شاء الله وصلت الشاهينية، وصلت الشاهينية لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد الهيان. عيسى بن سعيد الخيلي يتواجد في عملية التضمير والتدريب. العزرة، العزرة في ثالث المراكز لتشكل الخطر مع المثلث الذهبي لهجن الرئاسة راشد بن محمد بسم المنصوري. 1200 المتبقي من المسافة، الرقص يحلو دائما مع الكبار، مع العمالقة، مع الكبار، مع الذلل، مع الحول المحليات الأصايل. بدأنا هنا الكيلو متر الأخير، كيلو التميز، كيلو السرعة، كيلو الذي دائما تلتقط قناة نجوم فور مع أيضا برنامج مراكيض. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، مع دمعة على الصدارة، دمعة على المركز الأول لهجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير الواثق، الواثق مع الصدارة، مع المركز الأول، وصل المستحيل مع العزرة، العزرة لهجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. المركز الثالث، هناك الشاهينية لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد الهيان. عيسى بن سعيد الخيلي المركز الرابع، شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد المكتوم، وهناك سالم بن حمد بن هيان. ولكن أعود، أعود مع دمعة، دمعة انطلقت، دمعة انطلقت، دمعة الناموس مع دمعة، دمعة تذهب بالسلامات إلى هجن العاصفة وإلى مالك هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد المكتوم، وإلى الواثق حمد بن راشد بن غدير. تهانينا، تهانينا، والناموس وعبر الهواي مباشرة هنا في الوثبة تنقل السلامات إلى دمعة لهجن العاصفة في هذا الشوط. إذن هذه هي انطلاقة دمعة، تهانينا، تهانينا والناموس لهجن العاصفة، والتهنئة موصولة لحمد بن راشد بن غدير الاجتبي. لحظات الوصول، تهانينا والناموس، هذه لحظات وصول دمعة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. بينما ثاني المركز العزرة لهجن الرئاسة، المركز الثالث تصل شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الرابع الشاهينية لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد الهيان، المركز الخامس مياسة لهجن الرئاسة، المركز السادس النصيبة لهجن الرئاسة، المركز السابع هناك بشعار هجن العاصفة. هكذا هي النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، لحظات وصول دمعة قاطعت مسافة 6 كيلومترات في زمن مقداره 9 دقائق 54 ثانية، جزءا يتيما من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، والتهنية لحمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني كانت العزرة لهجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري، توقيتها الزمني 10 دقائق وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والثانية لأبو ذياب راشد بن محمد بسم المنصوري. المركز الثالث 10 دقائق و2.5 ثانية. تهانينا والناموس لمالك شواهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهنئة لسفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري.